איך זה מרגיש? זה לא לדחוף את זה. وبيوتنا وترابنا لعظام فلسطيني فلسطيني احنا عندنا البيوت وعندنا الارض كانت عملية بمساعدة الجيش والشرطة، عملية إجرامية، نكبة ثالثة للفلسطينيين. هم بيعملوا تطهير عرقي لكل إنسان بالقدس، ما بدنا نخلي حدا بالقدس. 75 عقارا استولى عليه المستوطنون بحجج. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No. Free, free, Palestine. قوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا منزل العائلة. حياتنا كلها شنططة، كل حياة فلسطيني بقلب القدس شنططة. لا في بيوت إنا بالأجار، لا عنا بيوت ملك ولا عنا بيوت نعاود نروح نقعد فيها.